يا اهلا وسهلا ويا مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده والسادسه، مبروك الرباعيه الحلوه الطعمه اللي طمنا، مش بس رباعيه امبارح، هي اخر ثلاث ماتشات للنادي الاهلي اجمالا. يطمنونا ان شاء الله باذن الله، ونبدا نقفل ملف الدوري ونفتح ملف المباراه الاهم، دوري ابطال افريقيا النهائي اللي يجمع بين الاهلي وكايزر تشيفز. هندخل في الماتش ونتكلم ونحلل، خصوصا النهارده هيكون معانا واحد من اكبر الحقيقه الاسماء في عالم التدريب وتحليل، كابتن فتحي مبروك، واحد طبعا من نجوم النادي الاهلي، يشرفونا النهارده في السادسه. قبل ما ادخل بس في التفاصيل واتكلم مع حضراتكم عن اللي فات وعن اللي جاي، حابب بس نقطه نظام كده. انا عمري طبعا ما دخلت، عمري اساسا ما فكرت ادخل على اي صفحه ليها علاقه باي نادي منافس، وخصوصا نادي الزمالك، لا صفحات تابعه للجماهير ولا صفحات تابعه للمنصات الاعلاميه المختلفه ولا صفحات رسميه. لكن الحقيقه انك انت تيجي لغايه عندي وتخش تكلم وتهزي وتهلوس بكلام على صفحات النادي الاهلي، انا بعتقد ده امر غير مقبول ولازم نرد عليه. هتكلم الحقيقه على الخيال المريض، لانه مش لاقي مسمى تاني. الخيال المريض ده مش مجرد مصطلح كده بيطلق مجازا، ده مرض، مرض وليه علاج وليه اسباب كتيره جدا، منها انه الواحد او الكيان او المؤسسه او ايا من كان، يعني ممكن يكون بيخلق حاله الخيال المريض دي عشان يصور لنفسه او يبرر لنفسه انه يخلق مجموعه من الحاجات اللي لا تمت الواقع بصله. وممكن يكون ده مرتبط بفكره عدم قدرته على الانجاز، عدم قدرته على النجاح، عدم قدرته على تحقيق شيء معين، وبالتالي بيحاول يخلق شماعات. شماعات كتيرة جدا سمعنا عليها طبعا في كل ما يتعلق بالنادي الاهلي، شماعة ساعات مرتبطة بفكرة انه اتحاد الكورة، مش الاتحاد الحالي بس، ده كل الاتحادات، يعني كل الاتحادات ايا كان مين المسؤول فيها بتجامل النادي الاهلي، وده امر غير صحيح على الاطلاق. ولو رجعت التواريخ والحسابات والارقام تلاقي انه يمكن يكون اكتر نادي بيتعرض لمشاكل من ناحية التنظيمية، لو كنا بنتكلم على دول اتحاد الكورة هتلاقي النادي الاهلي. وارجع كده وشوف التواريخ وترتيب المباريات بتاعت النادي الاهلي الموسم ده، وانت تعرف حجم الارهاق والفاتوره الصعبه اللي دفعها النادي الاهلي نتيجه التنسيق او غياب التنسيق ده بشكل من الاشكال. اوقات كتير جدا بيتكلموا على التحكيم، وبرده الحقيقه ومش بتكلم على مواسم سابقه، انا بتكلم حضراتكم على الموسم الحالي وبالورقه والقلم والمواقف متسجله، ويمكن هنتكلم النهارده على واحده منهم مؤثره بشكل كبير جدا، وكانت مؤثره في لحظات كثيره جدا على نتائج مباريات تعرض النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه او بسبب اخطاء الفار انه يخسر نقاط. والجديد في الموضوع اللي بنسمعه اليومين دول كمان انه بيتم تفويت المباريات للنادي الاهلي من قبل رؤساء انديه او من قبل اجهزه فنيه او من قبل فرق بعينها، وده اعتقد امر خارج عن السياق. يعني ايه المبرر؟ أنا عايز في النهاية أوصل إنه إذا كنت أنت بتحاول إنك أنت تنفي عن النادي الأهلي قوته، وإذا كنت أنت بتحاول تنفي عن النادي الأهلي قدراته الكبيرة جدا، تعالى أخدك كده في كشف حساب، مش هقول لك لسنين وتواريخ بعيدة جدا، لا، في 8 شهور فاتت. الأهلي لعب مين وعمل إيه؟ الأهلي لعب الوداد بطل المغرب وواحد من أقوى فرق القارة الأفريقية، وقدر يكسبه على ملعبه. كسبه ذهابا وإيابا. ولعب نادي الزمالك نفسه في نهائي دوري الابطال، وقدر يحسم نهائي القرن زي ما سموه كده ويفوز بدوري ابطال افريقيا. وقدر يكسب الترجي اللي كسب الزمالك بالمناسبه ذهابا وايابا، قدر يكسب الترجي على ملعبه وفي القاهره. وقدر يكسب سان داونز المصنف كواحد من افضل فرق القاره الافريقيه ويتخطاه عشان يوصل للدور قبل النهائي. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو كسب الدحيل القطري، الفريق اللي متكلف ومصروف عليه مليارات، واللي بسببه الحقيقه كان في كلام كتير جدا على فكره الميزانيات وعلى فكره الانفاق، وقدر يكسبه على ارضه وفي ملعبه. وكسب بالميراس، فريق بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، ومحدش اتكلم عن فكره يعني هل من الممكن انه الكاف او انه الفيفا يتامر لصالح النادي الاهلي؟ هل من الممكن انه الفرق اللي بالحجم الابطال دول، ابطال المغرب وتونس وجنوب افريقيا والبرازيل، يفوتوا للنادي الاهلي؟ وبالتاكيد النادي الاهلي مش محتاج تفويت. كان الحقيقه يمكن يعني يتقال في 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 اللحظه دي، اذا كان اللي بيتكلم مجنون فاكيد انه اللي بيستمع عاقل.